افتتح وزير الأجيال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف معرض إعادة التدوير الذي يهدف إلى دعم مبادرات التخلص من النفايات بأسلوب يراعي سلامة البيئة وتوعية المجتمع بدوره في فرز النفايات وإعادة تدويرها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات لمملكة البحرين. أحدث التقنيات والأفكار المتعلقة بتدوير النفايات والمخلفات تعرض في المعرض الذي نظمه مركز استدامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في عدة أقسام توعوية تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات. هناك مبادرات كبيرة من قبل الجمعيات الأهلية وأيضا من الأفراد وأيضا من بعض المستثمرين لدعم جهود الوزارة في أمور التي تخص إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد ونشر التوعية من ناحية لتقليل المخلفات من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من هذه المخلفات. معرض توعوي يوعي الناس في عملية التدوير. لا شك أن أمامنا طريق طويل في إعادة التدوير، الحمد لله اليوم دورة في توعية أبنائنا، وسعدت أن شفت مشاريع رائدة توها بادية في عملية التدوير واللي بتخدم البحرين إن شاء الله. إدارة المخلفات ليس مسؤولية فقط الحكومة ولا المجالس البلدية، حتى الناس لهم يعني دور، وهذا شيء حضاري، وإحنا متأكدين طبعا بالرجوع إلى الخيمة البحرينية الأصيلة فيها هالنوع من فيموشي جديد على المجتمع البحريني. نظام استدامة نظام متكامل يرسم سياسات المخلفات وإدارتها وتدويرها، وهذا حقيقة يعني استراتيجية الحكومة الموقرة لإيجاد أفضل السبل وأفضل الطرق وأحدث للتخلص من النفايات. تطبيق الاستراتيجية سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل والاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة. مشروعنا أول مشروع في البحرين عن الوقود الحيوي، وهذا رقم 10، المصنع رقم 10 في العالم، وإحنا استهدفنا البحرين لأسباب كثيرة. أولها أن البحرين بيئة جديدة على المشروع هذا، والأمان إحنا حصلنا دعم من كل الجهات. طبعا نفخر كنا أول شركة في مملكة البحرين تحول زيوت المطاعم إلى البايوفيول، وكل هذه طبعا عشان نعيش في بيئة نظيفة. مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 50% من الكميات الواردة من خلال عمليات إدارة وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا. إعادة إنتاج ما تم استخدامه بطريقة مبتكرة ومغايرة من خلال أساليب قابلة للاستهلاك وبمفاهيم تؤكد أن إعادة التدوير يمكنها أن تنتج شكلا جديدا من الأفكار المبدعة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.